اعلى مستوى من التدريب. وانا بحييك ان انت قلت ان احنا اولادنا راحوا اتدربوا على الفرقاطة دي في المانيا وبعد ما خلصوا التدريب رجعوا لمصر عايمين بالمركب دي لحد ما وصلوا. احد المسترال اللي كانت منهم كانت جاية وهي جاية عملت في البحر تدريب مشترك. نعم. يعني ده انت منتهى نقول ايه الاحترافية في التدريب. صحيح. الاحترافية. انك انت مش جاي سايقها بس وطالع فين وكم عقدة في الساعة. لا لا يا بابا. ده انت طالع بتدرب واتدربت مع مثلا الفرنساويين وطلعت لك فرقاطة واشتبكت معاها وحددت اهداف واهداف جوية ودفاع جوي اشتغل. كل الكلام ده يعني انت زي ما بيقولوا يور ماسترنج. انت متحكم في ايه في المعدة دي. من كل الكلام ده الناس بتيجي تتدرب معاك ليه؟ لانك انت اصبحت على مستوى متميز. وحقيقة القوات البحرية بتاعتنا معلش ناخد لفظ الكورة كعبها عالي كان على الجانب الاسرائيلي في كل العمليات اللي احنا عملناها. الغواصة دافار اللي احنا ضربناها قدام اسكندرية ولقوها بعد كام سنة يعني غرقت واتضربت بره عند قريب عند كريت. والنهاردة موجودة في متحف حيفا لانها اتضربت من القوات المصريه. فانت النهارده قدرت وبعدين انا عايز اقول حاجه بقى برضو مش مجامله لحد. قرار الرئيس السيسي بتنويع مصادر السلاح يا احمد ده كان نقول ايه حلم كنا في القوات المسلحه احنا عايزينه. ليه؟ زمان انت كنت مجبر انك تاخد مثلا من امريكا. النهارده لا انت بتنقي الحاجه اللي انت عايزها. ايوه. النهارده المانيا عندها احدث انواع غواصات في العالم. اشترينا الاربع غواصات 209 بالظبط. اشتريناهم ليه اربعه برضو يا احمد؟ لانك انت عندك اسطول شمالي في البحر المتوسط هيبقى فيه غواصتين. وفي اسطول بحري جنوبي في البحر الاحمر. انت بتحمي قناه السويس. هو لو بكره تعرضت قناه السويس لاي حاجه الناس هتسيبنا تقول لك انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا قاعدين بتفكروا ازاي؟ بتخططوا لايه؟ ما كنتوش عارفين ان ده بتضر نص ولا تلت الاقتصاد المصري؟ فكان لازم نامنها يا احمد. فانت عندك اسطول بحري شمالي وعندك اسطول بحري جنوبي في البحر الاحمر عشان تامن استثماراتك اللي هي قناه السويس. عشان كده احنا كل حاجه بتجيبها بالجوز. اتنين مسترال. واحده في الشمال واحده في الجنوب. وبعدين انت عملت قاعده بحريه. تمام. في يعني على الساحل الشمالي دي مهمتها 3 يوليو وافتتحناها السنه اللي قبل فاتت. مهمتها ايه؟ تامين استثماراتك في الساحل الشمالي في البحر المتوسط. انت عندك ثروه يا احمد. واسمح لي اقول لك حاجه. الله اعلم هنبقى عايشين ولا لا. الحرب القادمه في المنطقه حرب غاز. خلاص كنا زمان بيقولون ميه. لا مفيش ميه. الميه هتتحل بالمفاوضات. وانا واثق من اللي بقول ايه. الحرب القادمه في المنطقه هي حرب غازات ومصالح اقتصاديه. لان احنا النهارده متعرضين. عندك استثمار وقدامنا ايه اللي ما حدش يقول انت بتخوفونا. لا قدامك اهي. النهارده مهانه في الدوله اللي جنبك. اللي جوه المهنه الاقتصاديه اتخذت الحقول بتاعتها حقل بالكامل خدته اسرائيل والحقل الثاني هيسموهم سوا زي ما بيقولوا كده. عندك يعني قوه هي رساله ردع وسلام في نفس الوقت. بالظبط. وانت برضو قلت كلمه النهارده كويسه. انت بقيت يهزر من كتر وعادك في الحاجات دي بقيت بتتكلم. انت قلت